وصار عندها انهيار عصبي بعد شافت ديم وخافت، ظلت تصيح قالت لا تسوي له عمليه لا تسوي لها، ما بعدها ما مسوي لها عمليه، بعدها ما فاتحين بطن هي. منها نزل عندها الاكسجين تحت الخمسين وصار عندها خفقان بالقلب. سووا الدكاتره قبل تعالوا وطوها بنج عام. قلت لها دكتوره انا هسه لا دكتور ولا اعرف بقضايا الطبيه، يعني انت اذا ما مسويت لها عمليه ليش ما اجلتيها؟ ما عبن هي عمليتها مو اضطراريه ولها 8 ايام من شهرها. قالت بعد طيناها بنج عام. من طوها بنج عام البنيه دخلت بغيبوبه، صار عندها سكته قلبيه. يعني البنيه حتى مسوي لها صدمات كهرباء بصاله الولاده، طلعوها هي ميته بس اكو اعاز من الدماغ 1% ان يعطي تنفس. صعدوها للعنايه المركزه. انا المستشفى مداوم بها سابقا، مدير العمال التنظيف بالمستشفى. نعم. دخلت كعرف الدكاتره كلها، دخلت للعنايه المركزه. من دخلت للعنايه المركزه اصلا حتى الاجهزه ما رابطينها عليها، ميتي يعني جاي يسوي لها بس تنفس بهاي النفاخه مال اكسجين. من دخلت دخل الدكتور، الدكتور ما شافني مسؤول التخدير، يسولف ويا الدكتوره يقول لها البنيه اذا ماتت بسببك، وهذا الكلام الله شاهد عليه، يقول لها البنيه اذا ماتت بسببك لان صار عندها انهيار عصبي وتخربطت وضعيتها وانتم بعدكم ما مسوي لها عمليه، ليش طيتيها بنج عام؟ تضحك الدكتوره وانما ماكو روح متوفيه، ماكو روح ميتي. بعد الوفاة الكلام. بعديها انا موجوده بس هم ما يدرون. زين اذا هي يعني حالتها تدهورت وصار عندها انهيار عصبي ليش صارت العمليه؟ هم ما يعرفون انا المرافق وياي، يعرفون انا المسؤول مال عمال التنظيف بالمستشفى. بعد انا اخذتني الغيره قلت له ليش هيك يعني دكاتره انتم تاجرون بالبشر؟ المهم خابروا الامنيه طلعوني بالقوه من صاله العنايه. من طلعوني من هاي طلعوني بالوحده، البنيه لحد ثمانية الا 10 طالع لنا الدكتور نفسه مسؤول التخدير قال البنيه كل شيء ما بيه ومستغره على الاجهزه، بس قال انتانيها من 4 ساعات الى 6 ساعات حتى يتكسر التخدير بجسمها. طلع لنا بثمانية نفس الدكتور صاح لي قال لي البقيه بحياتكم الا لنا ولا لنا يراجعون، انتقلت الى رحمه الله البنيه. دكتور انت قبل 10 دقائق قلت لي ما بيها شيء، صارت لما وهاي طفر واحد من الدكاتره اللي وياه قال عمتكم ليش تصيح له هاي؟ البنيه ترى متوفيه من الثنتين الظهر، من الثنتين الظهر هي بالثلاجي. يعني ست ساعات خافين عنا البنيه بالثلاجي، يعني هذا لابد اكو خطا طبي، ليش خفوا عليه؟ ليش من تاخرت يعني انتم ما حاولتوا تسالون شنو سبب التاخير؟ ست بعد ما كظونا صارت صيحه كظونا وين طلعونا؟ طلعونا برا المستشفى. زين.